النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم حلقة خاصة جدا وليلة خاصة جدا بنعيشها مع حضراتكم ومع كل عشاق الكيان في كل حتة في مصر وبراها. علشان كده ضيفنا النهاردة ضيف مش عادي في يوم مش عادي. معانا الزئبقي ملك الحركات وصانع المتعة، عاشق الكيان ومعشوق الجماهير، النجم الكبير محمد بركات. سخن سخن حبيبي ازاي منورنا، عامل ايه؟ اتفضل كابتن. ازيك عامل ايه؟ منورنا ومنور البيت الكبير ومبروك. بيت الكبير بيتي بس كده انت صح؟ قولي لي بقى ما تسخن بيت الكبير منور بيتك. منور بيتك يا كابتن. سعيد ان انا موجود معاكم و الف مبروك. برنامج جديد متاخر شويه بس حاجه تشرف، منورين الدنيا بعد التعديلات الجديده للقناه. طبعا كابتن هاني يمكن حبيبي انت بغض النظر ان انت معاك واحده زي القمر يعني، الله يخليك، ولكن يعني من ذوقك سعيد بيك كواحد من النجوم الكبار اللي شرفونا، وطبعا من الناس اللي احتضنوني اول يعني اما كابتن جوهر الله يرحمه ما قال تعالى منتخب مصر، فكان هاني رمزي من الناس اللي احتضنوا بركات، وكانوا مش احتضنوه بس كانوا يتكلموا معاه وكانوا يحبوا يهزروا معاه. فاكر البصه اللي كل شويه كنت بتفرحها في الجنب بتاع عمال تبص لي وانا قعدت فتره كبيره عايز اعرف هو عمال يبص لي كده ليه؟ طب كنت بتخاف من البصه دي؟ ولا كنت بتخاف منها يا كابتن؟ حاجه ولا منورنا منورنا سعيد جدا بجد والله. انت من الشخصيات الجميله على مستوى الملعب، انت قد ايه، وانت بتحس كمان يا محمد وانت ماشي في الشارع الناس بتحبك قد ايه؟ ما بتحبكش بس عشان ادائك جوه الملعب وكنت لعيب رائع، لا بتحبك كمان على سلوكك وتحضرك وارتباطك بالكيان وحبك للنادي الاهلي، فكل دوت هو ده اللي بيدي قيمه للانسان. وهنتكلم عن ذكريات كتيره جدا، وهقول يوم ما بصيت لي في الاسانسير والاسانسير كان هيقع بيا، بس انت ما تعرفش الموضوع إيه ده. ايه دخلنا في حتت بقى؟ اما البصه اللي انت اللي كان بيبص لك كنت بتخاف منها ولا كنت بتقلق؟ ما افتكرش انك كنت بتقلق. انا مش عارف هو بيبص بيهزر يعني، هو بيهزر يعني، ما هو لو بيهزر جميل. انا لسه يعني مش فاهم صغير ولسه يعني داخل منتخب مصر ولسه يعني باخد اول خطواتي، وطبعا ده هاني رمزي بقى وبتاع واحتراف ونجم كبير والمانيا بقى رايح يعني بقى ولا هو متضايق بقى مني؟ ما هو لو متضايق مني هيمشيني. طب تيجي يعني نعرف ده بقى. هنتكلم في ده، انا هقول لك هنتكلم في التفاصيل دي.